بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم القانون، درسنا اليوم في المنظمات الدولية، سلطات المنظمات الدولية. تكلمنا في المحاضرة السابقة حول أجهزة المنظمات الدولية، وقلنا بأن هذه الأجهزة تختلف من منظمة إلى أخرى من حيث التعدد والاختصاصات، ويرجع أسباب تعدد أجهزة المنظمة إلى اعتبارات فنية واعتبارات سياسية وعملية. وأخذنا فيما بعد القواعد التي تحكم تشكيل أجهزة المنظمة الدولية، وكذلك الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية. الجهاز الأول للمنظمة هو الجهاز العام للمنظمة الدولية، والجهاز الخاص للمنظمة الدولية، وكذلك الجهاز الإداري للمنظمة الدولية. وتكلمنا بالأخير في المحاضرة عن الأجهزة الثانوية للمنظمات الدولية. اليوم عندنا سلطات المنظمات الدولية. المنظمة الدولية لها شخصية قانونية مستقلة، أنشئت لتحقيق مصالح مشتركة لدول الأعضاء، ومزودة لأجل تحقيق اختصاصات ذاتية التي تنص عليها الوثائق المؤسسة لها، وتخول سلطاتها ما يمكن مباشرته من أعمال داخلة في اختصاصاتها. وسلطة إصدار القرارات، سواء كانت قرارات ملزمة أو غير ملزمة، يحدد هذه السلطات بعض القيود التي وضعتها الدول الأعضاء. أول قيد سلطة البحث والدراسة. هناك ثلاث صور: الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة ذاتها. فمن حق المنظمة الدولية أن تقوم بجميع الأبحاث والدراسات التي تدخل في اختصاصاتها، وأن توكل إلى فروعها بعض المسائل المتعلقة بأعمالها تمهيدا لعرضها على الدول الأعضاء. لميثاق الأمم المتحدة يتنص بأن تنشئ الجمعية العامة دراسات وتتخذ توصيات بقصد إنماء التعاون الدولي في مختلف الميادين، وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي. ثانياً، الأبحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية. فقد تعمد المنظمة إلى ممارسة صلاحياتها في البحث والدراسة عن طريق عقد المؤتمرات الدولية التي تجتمع لهذا الغرض. من ميثاق الأمم المتحدة خولت المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضمنتها هيئة الأمم المتحدة. ثالثا، الأبحاث والتقارير التي تطلبها المنظمة من الدول الأعضاء. بإمكان المنظمة أن تطلب من الدول الأعضاء بأن تقدم بعض الدراسات التي تشكل تقريرا حول الخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ توصيات المنظمة في المسائل الداخلة في اختصاصاتها. فهيئة الأمم مثلا تمنح الجمعية العامة فيها، وهي فرع رئيسي من فروعها، صلاحية تلقي التقارير من مجلس الأمن ومن الفروع الأخرى للأمم المتحدة، وصلاحية النظر فيها والمطالبة بهذه التقارير وسيلة تسمح للمنظمة بمراقبة نشاط الدول الأعضاء.
ثانيا، سلطة عقد الاتفاقيات. سلطة عقد الاتفاقيات من حق المنظمة ومن حق فروعها عقد الاتفاقات اللازمة مع المنظمات الدولية الأخرى أو مع الدولة الأعضاء فيها أو مع الدول الأجنبية عنها. هذه الاتفاقيات قد تكون جماعية أو ثنائية، عسكرية، اقتصادية، وتتقسم إلى ثلاثة أنواع. اتفاقيات النوع الأول، اتفاقيات ينص عليها ميثاق المنظمة، تسمى اتفاقيات مسمات مثل اتفاقيات المقر، تبرم بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. الأخرى مثل اتفاقيات خاصة بالمزايا والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية وتحديد المركز القانوني للمنظمة وفروعها. اتفاقيات أخرى التي تمت بين هيئة الأمم والوكالات المتخصصة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو صلة الوصل بين هيئة الأمم وهذه الوكالات، وقد كون المجلس لجنة للمفاوضات مع هذه الوكالات فوضعت مشروعات بالاتفاقيات التي يجب أن تعقد معها وعرضتها فوافقت عليها ثم حالتها إلى الجمعية العامة مع توصية بإقرارها. يسموها هذه تلك الاتفاقيات اتفاقيات الوصل. ثانيا، اتفاقيات لا ينص عليها ميثاق المنظمة وتسمى غير مسمات، تتناول الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصات المنظمة وترمي وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول في مختلف المجالات الإنسانية، وهي على نوعين من الاتفاقات، تبرم بين المنظمات والدول واتفاقات تبرم بين المنظمات أنفسها. ثالثا، اتفاقيات تشريعية ويمكن أن ينص عليها ميثاق المنظمة أو لا ينص، فهي وسيلة تستطيع المنظمة الدولية بواسطتها أن تضع التشريعات في بعض المواضيع التي تهتم الدول وتهم الدول جميعا. اتفاقيات تشريعية بخلاف اتفاقيات المسمات وغير المسمات، اتفاقيات مفتوحة تتضمن غالبا نصا يبيح الانضمام اللاحق إليها، مثل ذلك الاتفاقيات الكثيرة، التشريع العمالي الدولي الذي صدر عن منظمة العمل الدولية، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأخيرا الاتفاق الخاص بتحريم الاتجار بالرقيقة. ثالثا، سلطة إصدار القرارات واتخاذ التوصيات. المنظمة الدولية سلطة إصدار القرارات والتوصيات في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتها، وتوجد في هذا الصدد ملاحظتان. أولا، هي أنه لا يعمل في عالم المنظمات الدولية بمبدأ فصل السلطات، فالقرارات والتوصيات التي تصدر عن المنظمات قد تكون من اختصاص السلطة التشريعية كالموافقة على الاتفاقات، وضع الأنظمة الداخلية، أو من اختصاص السلطة التنفيذية كفرض العقوبات على الدول الأعضاء المخالفة، أو من اختصاص السلطة القضائية كتسوية المنازعات الدولية. هناك لا يوجد في المنظمة الدولية نظام الفصل بين السلطات. ملاحظة ثانية، القاموس الاصطلاحي للتنظيم الدولي ما زال يفتقر إلى الألفاظ والكلمات الدقيقة الواضحة التي تعبر عن مظاهر الصلاحيات التي تتمتع بها المنظمات الدولية، وقد أدى ذلك إلى كثير من حالات اللبس والغموض، ومنها حالة الغلط بين القرار والتوصية واستعمالها بشكل يوحي بترادف الكلمتين، يصير خلط بين القرار وبين التوصية
فيترادف الكلمتان. والواقع أن هناك فرقا واضحا بين الكلمتين يجدر بنا أن ننتبه إليه، لأن الكلمتين لها معنيين مختلفتان. فالتوصية هي مجرد إبداء نصيحة أو رغبة أو دعوة، ويمكن أن تقبل أو ترفض، وتكون التوصية موجهة إلى جميع الدول الأعضاء، في حين أن القرار هو أمر يتضمن قوة إلزام ولا يختلف من حيث القوة عن أي قانون تصدره السلطة المختصة من داخل دولة من الدول. عندنا طرق التصويت على القرارات. قبل كل شيء تجب الإشارة إلى مبدأ السائد، وهو أن العضو في المنظمة الدولية يتمتع بصوت واحد، لا فرق بين دولة كبيرة وصغيرة، وأصوات الأعضاء متساوية في القوة نتيجة للمساواة القانونية في السيادة بين هؤلاء الأعضاء. والعضو لا يرغب أبدا عن التصويت، فله مطلق الحرية في أن يشترك أو لا يشترك أو يمتنع عن التصويت. رغم ذلك يمكن التأكد من أن هذه القاعدة، قاعدة الصوت الواحد للعضو الواحد، هي الغالبة في المنظمات السياسية من ميثاق الأمم المتحدة مثلا، تجعل لكل دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة صوتا واحدا في الجمعية العامة، وتعتبر القاعدة تطبيقا لمبدأ السيادة والمساواة. في المنظمات الدولية الفنية التي ينحصر نشاطها ضمن نطاق معين محدد، سمحت بإدخال بعض التعديلات على القاعدة، فقررت منح أكثر من صوت للدولة الواحدة. مثال دستور منظمة العمل الدولية، نص تتمثل كل دولة بأربعة مندوبين، اثنين عن الحكومة وواحد عن أرباب العمل وواحد عن العمال، ومنح لكل مندوب صوتا مستقلا في جميع القضايا المعروضة على المؤتمر. وكان هذا التجديد أول محاولة أتى بها دستور المنظمة المذكورة للتخلص من قاعدة الصوت الواحد للعضو الواحد. وقاعدة تعدد أصوات للعضو الواحد تطبق كذلك في صندوق النقد الدولي. فدستور هذه المنظمة ينص على أن يكون لكل عضو 250 صوتا، يضاف إليها صوت واحد عن كل 100,000 دولار من حصته، وهو ما يعرف بنظام التصويت الموزون. هناك قاعدتان عامتان للتصويت. أول قاعدة هي قاعدة الإجماع. هاي القاعدة الإجماع تنسجم مع مبدأ السيادة والمساواة، وتنال رضا الدول الصغيرة التي تخشى سيطرة الدول الكبيرة وفرض إرادتها عليها. ومبدأ الإجماع يقضي بأن لا يتخذ أي قرار مهم إذا عارضه أي عضو من أعضاء المنظمة، أي أن هذا المبدأ يتضمن حق أي عضو في الحيلولة دون اتخاذ قرار جماعي. وتطبيقا لقاعدة الإجماع، صور عديدة، لأن الإجماع قد يتناول أولا إجماع جميع الدول التي تتكون منها المنظمة، فإذا تخلفت دولة أو امتنعت عن إعطاء صوتها تعذر صدور هذا القرار. لما يصوتون على قرار أي دولة ما تصوت القرار يتعذر صدور هذا القرار، لأن الإجماع يجب على كل الدول الأعضاء في المنظمة أن تصوت على هذا القرار. أو إجماع الأعضاء الذين يحضرون الجلسة التي
تتخذ فيها القرار. الأعضاء الموجودين للحضور لازم يجتمعون كإجماع في التصويت على القرار، أو إجماع الأعضاء الذين يشتركون في التصويت. هاي القاعدة يسموها قاعدة الإجماع. عندنا قاعدة الأغلبية، هاي قاعدة هي القاعدة الأكثر استعمالا في المنظمات الدولية، وهي متبعة في فروع هيئة الأمم المتحدة وفي جميع الوكالات المتخصصة، حيث تتخذ القرارات بأكثرية الثلثين أو بالأكثرية البسيطة. ونلاحظ أن مجلس الأمن قد جمع في القرارات الموضوعية بين قاعدتين الإجماع والأغلبية. تطبق هذه القاعدة لأن الأغلبية قد تحسب بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء أو الدولة الحاضرة المشتركة في الجلسة أو الدول المشتركة في التصويت. أخواني، عندنا أغلبية مطلقة، عندنا أغلبية بسيطة، عندنا أغلبية خاصة، عندنا أغلبية موصوفة، يعني دائما تتكرر، يعني الرجاء يعني التركيز على تلك المصطلحات. يعني دائما بحياتنا نقول يا باي أغلبية مطلقة صار عليها تصويت بالأغلبية المطلقة، صار عليها تصويت بالأغلبية البسيطة، صار عليها تصويت بالأغلبية الخاصة. فالرجاء التركيز وحفظ مني المفاهيم، لأن دائما بحياتنا نسأل بها الأغلبية المطلقة. ما هي الأغلبية المطلقة؟ هي التي تتجاوز نصف أصوات مجموع الأعضاء، جميع الأعضاء نصف أعضاء الأعضاء الموجودين تتجاوز النصف أعضاء الموجودين بالمنظمة أو مجلس النواب. يقول لك صوتت بنظام الأغلبية المطلقة، يعني كل الأعضاء، مو الأعضاء الحاضرين، كل الأعضاء بالمنظمة الدولية، كل الأعضاء في مجلس النواب، يعني تجاوز النصف، تجاوز النصف يعني نصف زائد واحد، يسموها الأغلبية المطلقة. أما الأغلبية البسيطة يا إخوان هي التي تتجاوز نصف عدد الأعضاء الحاضرين فقط. إحنا حضرنا، صار نصاب التصويت، النصاب صحيح إذا بالمنظمة وإذا في المجالس يعني المجالس الأخرى، مجلس النواب، المجالس الأخرى، المنظمات الأخرى، أكو مجلس صار به تصويت بأعضاء هناك، راح إذا تجاوز أعضاء الحاضرين نصف زائد واحد، إذا نسميها بالأغلبية البسيطة، نصور على القرار. أما الأغلبية الخاصة أو الموصوفة فتتحقق إذا تجاوز النصف بمقدار معين، مثلا نقول ثلثين أو ثلاثة أرباع. زين فنسبة معينة نسميها هي الأغلبية الموصوفة أو الخاصة. عندنا مراحل التي تمر بها القرارات، فالمراحل التي يمر بها القرار قبل صدوره هي مرحلة المبادئة. مرحلة المبادئة كل عضو في منظمة معينة له الحق بإبداء رأيه وبإثارة موضوع معين له علاقة باختصاص المنظمة وطرحه للمناقشة من قبل بقية الأعضاء. مناقشة يتم بها مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء أو أحد أجهزة المنظمة. يتطلب بعض المواثيق نشر الاقتراحات قبل افتتاح الدورة بمدة معينة حتى تتم الإحاطة بها من قبل الدول الأعضاء. ويتولى العضو الذي قدم الاقتراح بالرد على المناقشات التي تدور حول ما يطرأ عليه من تعديل أثناء المناقشة. مرحلة الصياغة، بعد عرض الموضوع للمناقشة تبدأ عملية صياغة القرار التي تسبقه مشاورات جانبية من قبل الدول الأعضاء قبل البدء في عملية الصياغة، حتى يمكن أن يخرج القرار بالصيغة التي لا تتعارض والتشريعات المحلية للدول الأعضاء. مرحلة التصويت آخر شيء، خلينا القرار أحد الدول بادرت بإثارة موضوع معين، ناقشنا القرار، عدلنا على القرار،
عرفنا سلبياته، عرفنا إيجابياته، صارت المناقشة، صار الرد من قبل الدولة التي طرحت وأثارت هذا الموضوع، خليناه بصياغة تشريعية لا تتعارض مع التشريعات المحلية للدول الأعضاء، آخر شيء يبدأ التصويت على هذا القرار، فحسب الميثاق للمنظمة حول طبيعة وقاعدة هذا التصويت، أما أن يكون بالإجماع كما في جامعة الدول العربية، والبعض الآخر قد يتخذ الأغلبية كما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن غياب العضو لا يحول دون توافر الإجماع أو أغلبية موصوفة إذا كان الميثاق يتطلب ذلك. عندنا القيود على سلطات المنظمات الدولية. أكو قيود على السلطة المنظمة الدولية، منها أولا سلطات المنظمات الدولية تحددها الوثيقة المؤسسة لها، أي تعديل في هذه السلطات يفترض من حيث المبدأ تعديل في هذه الوثيقة المؤسسة لها، الأمر الذي لا يتم إلا باتفاق بين أطراف المعاهدة وأعضاء المنظمة الدولية وانطلاقا من مبدأ سيادة الدولة. تفسر النصوص الموضحة لسلطات المنظمة الدولية تفسيرا ضيقا. ثانيا عدم التدخل في شؤون، يعني المنظمة الدولية لا تتدخل في شؤون وصميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، وهو قيد أساسي يرد على سلطات المنظمات الدولية حتى ولو لم يرد النص فيه صراحة في وثيقة المؤسسة للمنظمة الدولية، يقوم على أساس أن الدول الأعضاء تحتفظ بسيادتها ويقضي احترام تلك السيادة، وأن لا تتدخل في المنظمات الدولية في صميم السلطان الداخلي للدولة الأعضاء. ثالثا يشترط عدد كبير من الوثائق المؤسسة للمنظمات الدولية الإجماع لصدور قراراتها، ويرجع ذلك إلى تمسك الدولة بسيادتها وأنها ما تزال تحتفظ بحريتها وأنها لا تلتزم إلا برضاها، واشتراط الإجماع من شأنه تقييد سلطات المنظمة الدولية، ويأخذ ميثاق الأمم المتحدة بقاعدة خاصة لصدور القرارات الهامة من مجلس الأمن مؤداة ضرورة إجماع الدول الكبرى الدائمة في المجلس في إطار الأغلبية المطلوبة لإصدار هذه القرارات. في الختام شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.